الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بحديثي معكم اليوم عن عام هجري جديد. إن للهجرة يا أحباب رسول الله لها مكانة عظيمة في قلوب المسلمين. إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أراد أن يؤرخ للأمة تاريخاً ويجعل بداية ونهاية للعام، استشار أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم: من أين نبدأ؟ فمنهم من قال: نبدأ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبدأ بالتاريخ الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: نبدأ التاريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ونظراً لأن الهجرة شاركت الأمة كلها فيها رجالاً ونساءً وشباباً، واستشعروا مكانتها في القلوب، فأرخوا من هجرة سيدنا رسول الله. نعم يا أحباب رسول الله، فالهجرة نقلة حضارية يا أحباب رسول الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قواعد الإنسانية، وزرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم شجرة العدل، فكانت وثيقة المدينة هي خير دليل على التآلف والتلاحم بين البشر جميعاً، على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف دياناتهم. وهذه الوثيقة يا أحباب رسول الله تشهد بذلك إلى يوم القيامة. وبعد الهجرة استطاع المسلمون أن يعملوا وأن يقيموا لهم شأناً ووزناً ما توقفت بهم عجلات العمل بعد هجرة رسول الله، ولكنها بدأت وابتدأت. نعم يا أحباب رسول الله، ومع بداية العام الهجري لابد لنا من وقفة. هذه الوقفة لكل إنسان منا، ولكل واحد منا لابد أن يقفها مع نفسه. ويقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يرشدنا إلى هذه الوقفة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وقال: وزنوا الأعمال قبل أن توزن عليكم. والمؤمن يا أحباب رسول الله
من حاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يحاسب نفسه ويضع نصب عينيه قول الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فينظر الإنسان أي عمل قدمه لدنياه وأخراه، يسأل نفسه: هل أدى الفروضات؟ هل أدى الفرائض؟ هل دعم الفرائض بالنوافل؟ فالفرائض يا أحباب رسول الله ربما تأتي يوم القيامة ناقصة، فلا بد لها من شيء يسد هذا النقص، ألا وهي النوافل. ويسأل نفسه: هل استثمر الأوقات لمضاعفة الحسنات أم لمضاعفة السيئات؟ فالوقت مسؤول عنه يا أحباب رسول الله. يسأل نفسه: ماذا أنجز لأهله؟ وماذا أنجز لنفسه؟ يسأل نفسه: ماذا قدم لمجتمعه ووطنه؟ يسأل نفسه: هل ارتقى في عمله هذا العام؟ هل قدم شيئا نافعا ارتقى به في عمله هذا العام؟ أم ماذا قدم في عمله؟ هل أضاف شيئا جديدا إلى خبراته وإنجازاته؟ هذه محاسبة النفس يا أحباب رسول الله. فالإنسان مسؤول. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا، الإنسان لا يترك سدى، الإنسان يسأل. إذن مع العام الهجري الجديد لا بد أن تسأل نفسك قبل أن تسأل. أنت مسؤول عن مالك، مسؤول عن وقتك، مسؤول عن عمرك، مسؤول عن علمك، وكل شيء ستسأل عنه مرة واحدة إلا مالك، فأنت مسؤول عنه مرتين. من أين اكتسبته؟ السؤال الأول. وفيما أنفقته؟ السؤال الثاني. لذلك كن حذرا حينما تتعامل بالدينار والدرهم. نعم يا أحباب رسول الله، ماذا قدمت لنا الهجرة يا أحباب رسول الله؟ قدمت لنا قيما ومعاني كبيرة. أول شيء قدمته لنا الهجرة أن الإنسان لابد أن تكون له حركة وتنقلات، لأن طبيعة الكون كلها متحركة، كلها الأيام تتحرك وتمر، والإنسان أيضا في ذاته
يولد طفلا ثم بعد ذلك شابا ثم بعد ذلك كهلا لا يثبت على حال. ولو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما استطاع أن يقيم دولة وأن يربي رجالا. إذن أنت وإن كانت الهجرة قد انتهت لكن يبقى منها المعنى، المعنى أن المهاجر، هناك مهاجر يا أحباب رسول الله يهاجر دائما. فمن هو المهاجر يا أحباب رسول الله؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا هو المهاجر يا أحباب رسول الله. إذن المعنى باق، أن تهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، إذن فأنت من المهاجر. تهاجر لطلب العلم، تهاجر لبذل الجهد لترفع طاقتك. وتحمل لنا الهجرة أيضا معنى جميلا يا أحباب رسول الله، تحمل من أحداثها معنى التعاون. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له دور كبير في هذا المجال، فقد أظهر أبو بكر حال الهجرة تعاونا كبيرا، فقد اشترى الراحلتين وأعدهما لهذا اليوم، وكان يستشعر أن ذلك سيحدث. فلما حانت لحظة الفارقة في الانتقال كان جاهزا. وتعاونت أيضا عائشة وأسماء، وهذا يبين أن للمرأة دورا كبيرا يا أحباب رسول الله. فأسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت حامل، ومع ذلك كانت تصعد الجبل وتمشي لتصل بالطعام إلى سيدنا رسول الله، وهي التي شقت نطاقها. وهذا يبين أن للمرأة دورا كبيرا يا أحباب رسول الله. فعطاء المرأة عطاء لا حد له، وكان أيضا للشباب دور في هذا. فنجد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يجلس في مكة ليرد الأمانات والودائع التي كانت عند رسول الله للمشركين. ومصعب بن عمير، مصعب ينطلق إلى المدينة قبل رسول الله، فيجعل الحلم طريقه واللين رفيقه ليعلم الناس في المدينة شأن الدين الجديد وتعاليمه. فبالحلم والرفق فتحت له القلوب أبوابها، وفتحت له العقول طريقها، وانطلق يعلم الناس تمهيدا لوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دور الشباب يا أحباب رسول الله، هذا الشباب الذي تتحقق به الإنجازات وترتقي به الأمة في كل شؤونها. ثم بعد ذلك تعلمنا الهجرة أمرا كبيرا مهما، وهو الاهتمام بالمسجد، الاهتمام بالمساجد يا أحباب رسول الله. الاهتمام بالمسجد كان من أولويات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل المدينة، ولم يكن مسجدا كهذا، لم يكن كهذا. فنحن في نعمة كبيرة وفي نعمة عظيمة يا أحباب رسول الله.
إن المسجد كان طوله 35 ذراعاً وعرضه 35 ذراعاً، فلما أرادوا أن يبنوا المسجد رفعوا الجدار إلى ما يستر قامة الرجل، ولم يكن مسقوفاً ولا معروشاً، فكانوا يصلون على الحصى، فلما أثر الحصى في جباههم أخذوا يأتون ويحملون الرمل ويضعونه على الحصى حتى لا يؤثر الحصى في جباههم. أي نعمة نحن فيها يا أحباب رسول الله ونحن نجلس هكذا؟ نحن في نعمة كبيرة. وكان إذا جن الليل كان المسجد مظلما، حتى أتى أحد الصحابة أظنه سلمان، فأخذ يسرج ويضع الزيت وينور المسجد، فكان ذلك عملا رائعا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بذلك ودعا له، قاله نورت مسجدنا نور الله لك. يا أحباب رسول الله، الهجرة تعلمنا أن نكون في غاية من الاهتمام بالمساجد، لأن للمسجد دور كبير، فكان له دور كبير في حياة رسول الله بعد الهجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمدا لله عز جلاله فلا تدركه الأفهام، سما كماله فلا تحيط به الأوهام، شهدت أفعاله أنه الحكيم العلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يتعلم المسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة العظيمة، لها جوهر كبير. هذا الجوهر حينما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الجوهر، حينما وقف خطيبا كانت أول خطبة له وأول كلمات له هذا بيان هام ينتظره كل من كان على أرض المدينة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس اليوم. هذه الجوهرة يا أحباب رسول الله، هذا هو ديننا يا أحباب رسول الله، إفشاء للسلام وإطعام لكل كبد جائع محروم، هذا هو ديننا يا أحباب رسول الله، أن تمد يد السلام إلى العالم أجمع، فلا إراقة لدماء ولا نزع لأرواح بريئة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يبصرنا بأمرنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعلنا هداة المهديين، لا ضالين ولا مضلين،
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، تقبلنا في الصالحين، واغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم وأدم على دولة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق لي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين، انصروا بنصرك وأيدوا بتأييدك يا رب العالمين، وإخوانا وحكام الإمارات أجمعين ونائبه وولي عهده الأمين، واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان بجودك ومنك يا حنان يا منان. اشف مرضانا وارحم موتانا واهد من أذانا ولا تخيب رجاءنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تغمد الوالد الشيخ زياد برحمتك، وأخي الشيخ مكتوم برحمتك، وإخوانه مشوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحابك يا رب العالمين، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. افتح لنا في قبورنا بابا إلى الجنة نشم من ريحها وطيبها، وننعم بالنظر إلى حريرها وسندسها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أقيم الصفوف وحاذوا بين المناكب. إخواننا خارج المسجد أرجو أن يراعوا مساواة الصفوف واتصالها بالمسجد، وألا يلتمسوا الظل ليصلوا فيه منفردين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.